الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد عليكم يا رب. اليومين دولت اللي هم قبل رمضان بنحاول نعمل فيهم اكلات بقى ايه، بنبعد شويه عشان يبقى في اشتياق للحمه والفراخ. عشان كده قلت النهارده هنعمل عجه بطريقه حلوه قوي. على فكره ما بيبقى موجود عجه في البيت، بس يبقى اي اكل واكلها هي. وهنعمل بصاره، وطلب مننا البطاطس الكروكيت اللي هي محشيه بقى لحمه او جبنه موزاريلا، وبتفك من المشاهده الكريمه. اول حاجه هنعملها العجه. ننزل بمقادير العجه كده. بص انا ببص على ايه اللي محتاج شغل شويه، وبعد كده ايه اللي بعده وايه اللي بعده وايه اللي بعده. طب ننزل كده مخرجتنا العظيمه بمقادير العجه ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه، وهتعمل معانا ايه، وتوصلنا لايه. ان شاء الله باذن الله هتوصلنا لكل خير. المقادير بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن ايه يا عمور؟ عباره عن كوب بصل محمر، واتنين معلقه كبيره دقيق، خضره مشكله، وعشره بيض، وملح وفلفل اسود، ورشه كمون. مين اللي معايا بيكلمني؟ ازيك يا هايدي، عامله ايه؟ ده ايه الرقيه دي يا هايدي؟ ماشي يا هايدي، نخش على اللي بعده. طيب حلو قوي كده الكلام دوت. شايفين الموضوع بسيط قوي بس ظريف جدا وحلو قوي. نخش على الشغل يا هايدي، نخش على الشغل يا هايدي، يلا بينا. هنبدا دلوقتي بسرعه كده نشوف ايه، ونحاول نكسب وقت على قد ما نقدر، ونبقى عارفين الدنيا فيها ايه. شغل لنا كده النار دي كده على الاخر يا شيفنا، وهات لنا كده طاسه يا شيف محمود، عشان العجه كتير مننا ما شاء الله اساتذه فيها، وكتير مننا بيعملوها بطرق يعني مش مظبوطه قوي. في بيكتر الدقيق وبتبقى مكتومه، في بيديها بيكنج باودر، في بيعمل عجه بالبيض. كل ده من الحاجات الجميله قوي اللي ان شاء الله هتعجبكم جدا. لازم ننشف الطاسه كده من الميه تماما. هنبدا نقطع البصل بتاعنا اول حاجه عشان يبتدي يلون معايا، لان هو ده اللي بيحلل ايه العجه. وهنقطع البصل بالشكل ده كده، وقلنا بنحط البصل ايه على النار من غير اي حاجه. بعد كده بنديله شويه ملح بيكرمل معايا. بعد ما بيكرمل معايا ببتدي اديله الزيت، فما ياخدش معايا وقت. الايام دي والله يا جماعه عارفين، يعني يوم عجه، يوم اسمها ايه، بصاره زي ما هنعملها. انا قلت على البصاره ولا لا، يوم نعمل فيه البطاطس، حاجات دي ان شاء الله لاولادنا من الحاجات الجميله قوي قوي قوي. وبعدين ادي كده البصل بتاعنا جاهز. وبعدين هنبدا نحطه هنا كده على الطاسه من غير اي حاجه. لو انا اديته زيت بيقعد فتره طويله، حمكم الله يا عمور. وبعدين ادي الدقيق، وادي البيض. بقى في حد غريب هنا بقى. هنبدا بقى نقطع الخضره بتاعتنا كده. ادي الشبت، خضره خضره زي خضره المحشي بالظبط. وبعدين وادي البقدونس، وادي الكزبره. فين يا سيدي الكزبره؟ فين الكزبره؟ تعال لي كده، احنا في الربيع يعني الحاجه كلها خضره. ادي الكزبره اهيت، تمام. وبعدين جيب الكلام ده هنا كده، ونخلي ده هنا كده عشان هستخدمه في ايه، في البصاره. دايما نغسل الخضره بميه ساقعه، نغسلها وننقعها شويه، وبعدين بعد كده نلفها في قطعه قماشه نظيفه وندخلها التلاجه، تقعد من الاسبوع للاسبوع، او في ورق زبده تقعد معايا من الاسبوع للاسبوع. هنزل بشويه ملح هنا عشان الكلام دوت يشد الميه اللي جوه البصل عشان يبقى الكرمله سهله معايا. وبعدين هنبدا نقطع الخضره بتاعتنا. الخضره بتاعتنا بتتقطع ازاي؟ ادي كده وكده، حطيتهم مع بعض كده وبالراحه على ايدينا بقى. حلو قوي كده. في ناس بتتعذب يعني في تقطيع الخضره، السكينه تبقى حاميه قوي بالشكل ده. خدوا بالكم من صباعكم عشان ما يبقاش ايه، أكلة هتاكل صوابعك وراها. بس كده. وبعد كده بنقوم إيه؟ عاملين كده.
لازم الخضرة يا جماعة ما تيجي تتقطع تبقى ناعمة قوي كده ما نحسش بيها في الأكل. بس كده تمام. وبعدين يا شيفنا وبعدين نرجع تاني هنا كده على الموضوع بتاعنا. ابتدى البصل عندي ينشف، شايفين الدنيا عاملة ازاي؟ الملح شد المية بتاعت البصل وابتدى يكرمل عندي اهو من غير اي حاجة. ليه؟ احنا محتاجين حتة السرعة، مش للوقت والتعب ست البيت وبس، لا، حتة السرعة دي بتبقى من الحاجات المهمة جدا لعدة حاجات، يعني توفير وقت وتوفير مجهود، توفير كذا حاجة نقدر نعملها مع ست البيت تقدري سعادتك تعمليها. نشف الصينية بتاعتنا كده، ممكن نعملها في الطاسة، هنعمل واحدة في الطاسة، أنا بحبها رقيقة في الطاسة كده. وقت الخضرة هنا اتجاهات شغلي كلها كده بقى، خلاص. وادي الملح والفلفل والكمون، ونديها شوية شطة، دي بتاخد كمون. والفرن يكون شغال عندي، الفرن يكون شغال عندي، تعال نعلي الفرن شوية كده. لو حبيت أعملها في الفرن، حبيت أعملها على النار من فوق، أعملها على النار من فوق. وبعدين يا شيفنا وبعدين هنبدأ ندي الزيت بتاعنا. زيت ما بتاخدش الزبده. واه شويه عيش بقى كده حلوين ونشوف الدنيا فيها. هات لي شويه زيت هنا كده شفنا بالشكل ده. ونبدا نمشيه كده في الصينيه بالشكل ده. وبعدين فين الطاسة التانية؟ وممكن اعملها على النار بالشكل ده. هات لي البيض بقى كده بالشكل ده. اللي هياكل عجة يرفع ايده كده عشان ايه على قد البيض اللي انا هكسره. صفاء عمر انت عيان يا عمر، واخد دور برد مش هتاكل، حمص هياكل كلنا. ماشي ادي اربعة ادي خمسة. يا استاذة هدى اهلا بيكي استاذتنا الغالية. ازي حضرتك؟ ازيك يا شيف محمود؟ ازي ما عليك انت يا ست الكل؟ الحمد لله استاذ حمزة. ايه الحاجات الحلوة اللي انت عملتها؟ ربنا يخليكي. بتحب العجة؟ اه طبعا بحبها جدا. ربنا يكرمك ويبارك في عمرك بالف هنا ليك. ميرسي جدا. كل سنة حضرتك طيب وسعادتك بالف الصحة والف خير يا رب. بقول لحضرتك انا عايزه من حضرتك في طلب ممكن؟ سعادتك تأمري امر طبعا. ميرسي جدا. كنت عايزه اللحمه اللي هي الكباب في الحله دي وكده. اللحمه كباب حله؟ اه عيني. اللحمه كباب حله دي نعملها كده لفطار رمضان خلاص بقى يعني هانت كده، ايه رايك؟ اه يعني احنا عايزين في رمضان ان شاء الله كلنا عمر يعني حاجات انت عارف رمضان بتحب تسال الحاجات بلاش. حاضر الست الكل. عيني. ميرسي جدا ميرسي جدا. اوامر كده تحت امرك. انا وحضرتك طيب ميرسي جدا. سعادتك بالف صحه والف خير. ادي ملح، سنة شطة، كمون، فلفل اسود. وادي الفلفل الاسود. واحدة واحدة كده على مهلنا. تمام. أنا كده هنا جاهز. وبعدين؟ وبعدين يا شيف محمود وبعدين؟ هي البيضة دي اللي ثابت عليك يا شيف محمود سبتها يعني؟ هي دي؟ لا، قلت يمكن أحتاج لها. هنبدأ نخفق البيض كده. واحدة واحدة كده. حط شوية زيت في الطاسة اللي انا هعمل فيها. انا عايز البصل يلون معايا ما يبقاش ني. شايفين الدنيا هنا كده عاملة ازاي؟ ها ايه الاخبار؟ تمام. خفق لنا بقى البيض كده. ملح، فلفل، كمون، شطة بالشكل ده. والخضره زي ما بقول لكم بتتعمل بقدونس، شبت، كزبره. هوري لكم بس الدنيا فيها ايه دلوقتي. مين اللي معايا؟ وبعدين يا استاذه هاله. استاذه هاله اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. ازاي سعادتك انت يا ست الكل؟ الله يكرمك ويبارك لي في عمرك ويجعلكم في العالي. يا رب يخليك ومعانا دايما ان شاء الله كل الناس في العالي يا رب دايما باذن الله. الله يكرمك ست الكل. تسلم يا رب يخليك. عندي سؤال بسيط جدا. سعادتك تأمري امر. تسلم يا رب يخليك. بالنسبه للبسبوسه
اولا عايزه مقدارها، تاني حاجه عايزه اعرف تتعمل باللبن احسن ولا بالزبادي احسن؟ باللبن. باللبن بالظبط كده. طب المقادير لو ممكن، لو مش طب ممكن. عندك يوتيوب؟ خش على اليوتيوب اكتب البقايا في 10 دقايق اوكي بكل تكه فيها. خلاص شيف محمود. الشيف سميرك، وهبقى اديك اخبار بس اكيد هتطلع حلوه ما دامت المقدار بتاعتك. انا شغل رمضان كله عامله لكم على اليوتيوب. خلاص ان شاء الله. عينيا انا تحت امر سعادتك ست. ميرسي، شكرا لحضرتك، تسلم. سلام عليكم. تحت امر. ادي البصل اهوت معايا احمر بالشكل ده، وعشان ما اضيعلكمش الوقت لغايه ما ابتدي كده اقلب البصل مع الخضره، هاخد فاصل بسرعه وارجع لكم نشوف هنكمل ونعمل ايه. فاصل واعود لحضراتكم. ادي البصل هنا مع الخضره اتحور تماما، معلقه اتنين دقيق بس، مش عايز اكتر من كده. هنبدا نقلب الكلام ده كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. خلص الموضوع بتاعنا على كده يا شفنا، خلص الموضوع بتاعنا تماما. تعال نشوف هنعمل ايه. ادي البيض اللي احنا خفقناه اهو، نزلت عليه بالكلام ده، اخفق كده الكلام ده عشان انا مكتر بس البيض شوية عشان كلنا بنحبها بصراحة. هنا هنحط كمان معلقة، وادي التانية بس. هي كيكة البيض او كيكة الأجة، عايزين بقى ندي فيها اي اضافات؟ زيتون، مشروم، فلفل رومي، دي بتاعتكو. ممكن طاسة زي كده على النار زي ما حضراتكم شايفين كده الطاسة ديت، وممكن صينية وتخش الفرن على طول، وكل ما كانت رقيقة كل ما كان احسن عندي. تعالى لي كده وتعالوا هنا كده وندخل الكلام ده الفرن. يبقى انا عملت اتنين، واحده هيت وواحده هتخش الفرن عندنا. يلا يا سيدي هتعلى وهنشوفها بتبقى شكلها مميز جدا. ايه الاخبار هنا؟ تمام. نعلق على البصاره استاذتنا الغاليه حاجات بقى الجميلة اللي الواحد فعلا بيحبها. نزل لنا مقادير البصارة كده مخرجتنا الرائعة ونشوف الدنيا فيها ايه. تعالى لي كده اهو مقادير البصارة بتاعتنا. نص كيلو فول بصارة، بصلاية، اربع فصوص من الثوم، كوباية كزبرة خضرة، وللوجه بصل محمر، ورشة نعناع، ورشة سمسم. نقول تاني المقادير البصارة، انا عارف ان انتوا شطار فيها قوي يعني. نص كيلو فول بصارة، بصلاية، اربع فصوص ثوم، كوباية كزبرة خضراء، وللوجه بصل محمر، ورشة نعناع، ورشة سمسم. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. ادي الفول اهو بجيبه، في نوعين من الفول، اي نوع منهم مفيش مشاكل ابدا. غسلت الفول كويس قوي، لو في اي قشره ولا اي حاجه بنشيلها كده. ادي الكزبره الخضراء بالشكل ده، وادي البصلايه اهيت، فين السكينه يا شفنا؟ وادي السكينه اهي. نحط البصلايه بالشكل، تقطيع عشوائيه اي حاجه، مع التوم ونبدا ندي الكلام ده ميه ونعلقه على نار هاديه. يعني هيغلي نقوم هادين النار عشان يبدا الفول ده يستوي ويفشر معايا بس كده. وبعدين هات لنا الكلام ده على النار هنا. وبعدين اخبار العجه هنا ايه؟ هتهنى على نار عاليه شويه كده. شفنا حطينا اللي معايا هياخد معايا في حدود تقريبا نص ساعة. بعد النص ساعة ببص الاقي الخليط بقى بالشكل ده كده اللي هوريه للأستاذة صفاء كده أهو. حاجة بسيطة جدا مفيهوش أي حاجة. وبعدين هنبدأ نجيب الخلاط
ونبدا نخفق الخليط دوت او بالهاند بلندر، وياخد مني ملح وكمون. طب وايه تاني؟ بجيب بصله بحمرها زي الكشري. ركزوا معايا عشان يعني ايه من الاكلات الجميله برضو. ادي البصله اهيت اللي انا حمرتها زي الكشري، وباخد منها شويه زيت. ما انا بصفيها. ادي للبصله دي اللي هو الفول ده، ما هو عباره عن فول يا جماعه، هو عباره عن فول. هات لي كده، شفنا بالشكل ده كده، ونبدا نشوف الدنيا فيها ايه. وادي الفول اهو. عايز اقول لكم على حاجه من الاكلات الجميله اللي ان شاء الله هتعجبكم جدا. اخبار العجه ايه؟ لسه. هات لي شويه كمون، شويه شطه. ادي الكمون، ما ياخدش فلفل اسود. وادي الشطه، سنه ملح كده، شفنا اهي. وبعدين وبعدين يا شفنا وبعدين وبعدين هنبدا نيجي نخفق الكلام ده كده بالشكل. طالما الفول مستوي كويس ما تخافوش من حاجه. هياخد مني شويه زيت اللي انا حمرت بيهم الايه؟ البصله. ها شايفين الدنيا هنا؟ وما يبقاش مجبس قوي ولا يبقى خفيف، بس هنلاحظ ان لما بتبرد بتجبس. نعمل بقت مهلبيه. نبص كده على العجه، خليكم معايا اهي. ها يا مسهل يا كريم يا رب. بس كده شايفين العجه رقيقه وجميله ازاي؟ انزلي كده بقى بالبصاره يا شفنا. شايفين التخانه بتاعتها عامله ازاي؟ زي سلطه الطحينه. احتاجت مني ميه بديها ميه زي سلطه الطحينه اهي. نوريها لاستاذتنا الغاليه تاني. خدت مني زيت انهي اللي انا حمرت فيه البصلايه اهي. اللي انا حمرت فيه البصلايه. تمام. انزل لي كده بصاره يا شيف محمود. الله، ما احنا هناكل لحمه وفراخ في رمضان، فيبقى دلوقتي ناكل بصاره، نقضي اليومين دول مع بعض. شايفين العجه عامله ازاي؟ ايه رايكم؟ بصوا كده على النار كده، بصوا على النار واحده واحده، وشوفوا الدنيا وجمالها وحلاوتها. احنا عندنا شويه اكلات، يا سلام. انا بحبها بقى الرقيقه دي. انا بحب ما اكل الرقيقه دي. يا عم كل اللي انت عايز تاكله، انت هتتعبنا ليه؟ لا يعني بقول لكم يعني ما فيهاش حاجه يعني. دي بقى هتعلى بقى ونشوفها تبقى زي كيكه كده الاسبونشيه تحفه. وبعدين هات لنا طبق كده نزل لنا فيه العجه دي كده، شفنا. هات لنا طبق للعجه، وركز لي بسرعه كده مع البصاره. هدينا النار بالشكل ده. يا ست ام محمد اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. محمود الله يكرمك. ازاي ما عليكي انت يا ست الكل؟ الله يخليك ويبارك لك في اولادك وفي صحتك يا رب. الله يكرمك. كل اللي اتعلمناه منك يعني الصراحه اتعلمنا كويس كتير منك. معاش اللي يعلمكم يا ست الكل. اي حاجه اللي منك طلعت ما شاء الله عليها، ده بيبقى فضل يعني ربنا عليا. انا من وراك بتطلع في مستوى الجمال والله. ربنا يبارك لك في اولادك. بيبقى فضل ربنا عليا يا ست الكل. تسلمي لي. الله يكرمك. الله يكرمك. تسلمي لنا. تسلمي لنا يا ست الكل. الله يكرمك يا رب. عايزه اسال حضرتك على العزازيه. العزازيه؟ اموري اوامر طبعا. نسلقها؟ نسلقها ولا بنحطها نيه ولا ايه؟ بص يا ست الكل، طب لما تقفلي هقول لك ولا يهمك. العزازيه تؤمري اوامر. العزازيه يا جماعه بسلق المكرونه، باخد في حدود 50 جرام مكرونه كده شويه صغيرين، واسلقهم ان شاء الله اكون سالق للبيت. باخد شويه قد كده، حدود كوبايه، اقطعها قطع صغيره زي الرز مسلوقه، بحط اللبن على النار بيغلي لو كان لبن حليب، بديله 200 جرام من السكر، بنزل بالمكرونه 100 جرام من النشا يعني نص كوبايه، بدوبهم في ميه او في لبن بارد، وابتدي انزل بيهم. عندي زبيب، لوز، بندق، كاجو، اي حاجه من حاجات رمضان بقلب بسرعه، بكون تقلت، بفرشها في صينيه مدهونه زبده، صينيه من غير سكر، واسيبها تبرد. اديها اما اصفر بيض ادهنها بيه عليه فانيليا، او اديها زيت على الوش، او ده حد من دمياط قال لي كده يعني في التعليقات، او سيرب زي ما عملتها وتخش الفرن عشان تكرمل معايا.
تطلع من ايد سعادتك زي الفل ان شاء الله. هاتي البصارة فيها ايه؟ عملنا ايه في البصارة؟ شايفين كده قوامها؟ غليت معايا غلوة، خدت مني الزيت، عاملة زي سلطة الطحينة اهي، لون مميز ولون جميل قوي. هنبدأ ننزل هنا في الاطباق. البصارة ما بتتاكلش الا ساقعة. تعالى لي كده وتعالى لي كده. على فكرة اكلات اجدادنا ديت، الحاجات ديت الاكلات بتاعت اجدادنا، ويعني من الحاجات اللي هي بتنزل تربط البطن الصح. ما هو فول، الفول عملنا منه البصارة، عملنا منه تعالى لي كده، عملنا منه الطعمية، كل حاجة من الفول من الاكلات الرائعة قوي. تعالى لي كده، شفنا ده بقى الجمال، بقى جمال البصارة عندنا في شوية البصل دول، شايفين كده. وده ممكن استخدمه البصل ده في ايه؟ في العجة، يعني نفس البصل ده على طول استخدمه في العجة واستخدمه في الكشري. وآتي كده، وبعدين نشيل ده كده نخليه على جنب. شوية نعناع، كان زمان من 20 سنة كده كنت عند أخت المدام، كان عندها جارة ست كبيرة رحمة الله عليها، قالت لي أنا عاملة بصارة يا شيف محمود وعايزك تدوقها. قلت لها يا سلام، هاتي. جابت لي، لقيت على الوش نعناع، قلت لها انت بتديها نعناع؟ ما كنتش اعرف المعلومه دي، لسه صغير بقى يعني ما عنديش درايه بحاجات كتير. قالت لي اه، من ساعتها وانا بحب اديها النعناع، حبا في الحاجه دي رحمه الله عليها، وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو جدا، بتدي طعم بعتز بالناس الكبيره قوي باكلهم يعني. ونبدا نحط الكلام ده هنا كده، وبعدين ننشف الطبق. شفت الموضوع ما بياخدش حاجه ازاي؟ يا عم ما انت عشان مجهز. لا انا ما فيش حاجه غير اني سلقت الفول بس مع الخضره، وجهزت نفسي عشان ما اخدش اضيع وقتكم. وادي كده، وادي كده مع عيش بقى اللي بيحب ياكلها مع بصل بالشكل ده. خلصت القصه بتاعتنا، خلصت القصه بتاعتنا. عايز تدي على الوش شويه زيت، يا سلام، ما فيش بعد كده، بس كده خلصت القصه بتاعتنا. والعجه في الفرن عندنا، وعملنا عجه على الطاسه عادي خالص، تبقى رقيقه وجميله بالشكل ده، ويا سلام لما الواحد يحمصها شويه. ايه الاخبار؟ سهله كده. نروح نبص على الفرن بصه، يلا بينا نبص على الفرن بصه. وبعدين يا شيفنا، وبعدين شايفين العلو؟ انا كنت حاططها ربع الصينيه، شايفين العلو ولسه تطلع فوق كمان. طيب قبل ما اخد فاصل هنقول بالظبط احنا عملنا ايه. عملنا البصاره، حطيت الفول، بجيبه فول خاص بالبصاره، هو فول الطعميه، اتغسل، اديته بصلايه 4 فصوص توم، حزمه كزبره خضراء ليس الا ولا اقصر، ولا الفتي اللي انا عايزه. معلش ما تزعلوش مني، انا بنتكلم ونهزر ونشد شويه. نعم. طب اقول الكلمتين اللي عندي؟ مش عايز انا اقول، ما اقولش عينيا. خلاص، حط على النار، استوى، ضرب في الخلاط، حمرت البصله، صفيت الزيت بتاعها، خد شويه زيت حطيتهم معاه، غرفت وعلى الوش البصله. ما باخدش شويه بصل زي الكشك انزلهم في البصاره، رشيت بصل وسمسم ونعناع، عشان ما تجبسش معاكي لو لسه متجوزه جديد، لما تيجي تغرفيها تكون في قوام سلطه الطحينه. انما انت متخيله ان هي بيبقى قوامها كده زي المهلبيه، فتلاقيها شققت بعد ساعتين، شققت في قوام سلطه الطحينه. العجه زي ما شفنا عملناها ازاي، البصل اتحمر، نزلنا بالخضره، ضربت البيض، نزلنا عليه بمعلقتين دقيق، نزلت بالكلام ده كله على البيض، يا اما خش في صينيه يا اما بالشكل الرقيق الجميل دوت. هاخد فاصل، نرجع بعد الفاصل نشوف اخبار البطاطس ايه بتاعت استاذتنا الغاليه. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل عملنا طبقين بوصات قوي قوي، قد ايه استاذه صفاء المصوره الرائعه
مبسوطه بتقول لي احلى حاجه يا شيف محمود انك انت جاي في الوقت ده والتوقيت ده وتعمل الاكلات الجميله ديت اللي هي نخش على اشتياق بعد رمضان. عايزكم تبصوا على العجه عشان هتهبط. العجه هتهبط اهي. مالت الصينيه ولا ما مالتهاش؟ مالت الصينيه ولا ما مالتهاش؟ يا ريت حد يرد عليا بقى. حدش بيرد عليا. رد عليا انت وليد يا عسل. وبعدين 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 لازم هتهبط يا وليد طبعا لسبب انها مش واخده دي كميه كافيه. لا تقول لي احيانا ولا ما احيانا. هو تدي بيكنج باودر تدي لا البيكنج باودر معلاش اللي تديه هي اللي هتبطل لان احنا مجرد ان بنفورها بس ملوش لازمه البيكنج باودر. انزل لنا بمقادير البطاطس يا ولا انزل مقادير البطاطس كده عشان الاستاذه الكريمه وعندنا على الحظ ضربت في دماغي دلوقتي ثلاث حشوات. يلا بينا يلا بينا. البطاطس بتاعتنا يا جماعه بنسلقها يا استاذتنا الغاليه. انا كنت عاملها لك ببيض وبقسماط بس نسيت اجيب بقسماط. والله العظيم بصوا انا بكلمكم يعني اللي ما بقولوش في حياتي من غير الهوا بقوله لكم انتوا. وانا جاي نسيت اجيب بقسماط. قمت قايل لشيماء شيل البيض والبقسماط. يعني ليه بقول لكم الحته دي؟ لانها تنفع ببيض وبقسماط. وسيبها لي كده وده اخطر ان انا احمرها من غير بيض وبقسماط. بس هخليها تنجح معاكم بفضل الله. نزل لنا المقادير استاذتنا الغاليه سريعا سريعا عشان نلحق نشتغل. عباره عن نص كيلو بطاطس مهروس. يا ريت نركز مع بعض بقى عشان الموضوع ده. اتنين ده مين اللي بيقول لي دينا؟ ازيك يا هايدي؟ ايه يا هايدي بس اسلوب كلامك راقي قوي يا سلام. نص كيلو بطاطس مهروسة، اتنين معلقة كبيرة نشا يا جماعة، اتنين تلاتة ولا يهمكم ولا يهمكم، ملح فلفل اسود، وده نقلبها يعني. انا هو سلقتها مرجع هحكي لكم القصة دي. الحشو جبنة موزاريلا او لحمة مفرومة وربنا كرمني بحشوة تالتة هي توريها لكم ما نرجع. يلا بينا هايدي يلا بينا هايدي يلا بينا. بصوا يا جماعة دي تنفع لسفرة رمضان الحشوة التالتة، ودي اطعم حشوة للكبيبة الشامي وللبطاطس دي وفر جدا. البصل ده المحمر ده ما عنديش لحمه مفرومه احشي الكوبيبه ده. هو ربع كيلو لحمه مفرومه احطه على نص كيلو برغل، مش عايز اكتر من كده، هاكل اسرتي كلها. ونحشي ايه؟ نحشي بيها البصل ده. مش اختراع ولا ابتكار، كلمه اختراع ما بحبهاش. ابتكار مش ابتكار، ده شغل الساده الشاميين العظام اللي هم اخترعوها او ابتكروها. عفوا في كلمه اخترعوها، خدت انا كمان سبحان الله بقيت اغلط. اتفقنا اتفقنا. فانا لقيتها دلوقتي هتنفع البطاطس. حلو قوي، شفنا خلص بقى في موضوعك. طيب البطاطس النص كيلو انا سلقتها اهي، وبعد ما سلقتها اي حاجه ترسوها بيها ان شاء الله كعب كوبايه، بس اوعوا تتعوروا كعب كوبايه. طلع لي ناشط سياسي دلوقتي يقول لي يا شيف محمود كعب كوبايه ما بالمهراس وبالمفرمه. ما عندكش يا اخويا مهراس ولا مفرمه، بكعب الكوبايه اللي موجود بالشوكه اللي موجود عندك في البيت. اوعي تضايقي نفسك، اوعي تقفي. وبعدين هنا انا اديتها نشا بعد ما اتسلقت وصفيتها، سلقتها ميه وملح صفيت. كنت زمان بسلقها برضه، قالوا لكم المعلومه بقشرها، قالوا لي القشره بيبقى عليها مشاكل كتير وايه والكلام اللي بالكم منه دوت. ابتديت اقشرها بعد ما بقشرها بصفيها وبعدين اديها النشا يقط لي الميه اللي فيها، يغطي لي الميه اللي فيها، وده نقلب على النار ومدي معلقه زيت هتمسك كده تبقى عجينه، تبقى عجينه بالشكل دوت. معلقتين ثلاثه النشا مسكوها لي بالشكل دوت. هحمرها انا بالشكل ده. ممكن اعمل زي جماعه المغاربه والتوانسه والجزائريين العظام الشعب الراقي بيعملوا ايه؟ بيعملوا خلطه كده من الكركم ودقيق مش عارف اسمها ايه، مش هفضى اجيب اسمها ابدا دلوقتي، ويبلوا البطاطسيه فيها ويحمروها ناس جميله. هنبدا دلوقتي نشوف الدنيا فيها ايه. مين اللي معايا استاذتنا الغاليه؟ مين اللي معايا؟ استاذه ماجده. السلام عليكم. اهلا بمعاليك يا ست الكل. ازيك يا استاذ محمود؟ ازاي معاليكي انت ست؟ الله يخليك يا رب، يا رب تسلم على كل حاجه بتعملها حلوه كده. ربنا ما يحرمني منكم ويخليكم ليا دايما متالق ودايما كده مورينا الحلو. ويا ربنا يا رب فضل ربنا ثم وجودكم معايا يا رب. انت طبعا يعني انت يعني مش عارفين نقول ايه والله. الله يكرمك ويبارك. كل حاجه بنشوفها منك جديدة ومتألقة وحلوة وجميلة، ويعني الله يكرمك ربنا يصلح لك الحال. ربنا ما يحرمنا من ذوقك أبدا يا ست الكل. الله يخليك يا شيف محمود، الله يخليك يا رب. تحت أمرك. أنا عايز دلوقتي منك طريقة عمل البسيمة
المقادير بتاعتها وطريقه التورته كده، تورته تكون يعني مظبوطه كده من عندك. طيب البسيمه انت عندك يوتيوب صح؟ انا حاليا دلوقتي مش شغال والله، النت عندي فاصل، هيجي يوم 15 في الشهر كده او يوم 10. طب ولا يهمك، يجي بالسلامه يا رب، ورقبتي المعليكي والله ولا يهمك. عناي الله يسلمك، حاضر الله يسلمك والله، تأمري أوامر عناي. الله يخليك. أدي المية اهيت يا جماعة، ببل إيدي بحشي إيه لحمة. فاضل لي قد إيه أستاذتنا الغالية عشان أحسب أعمل كام واحدة؟ بصوا أنا بدأت بإيه؟ أعرف بس فاضل لي قد إيه وأقعد. حلوين قوي، أنتوا بتجيبوا الوقت ده منين؟ هو اليوم اللي يبقى فيه موجود فيه عمرو بيحصل لنا كده، مش عارف ليه. سبحان الله. نتكلم بقى مع بعض شوية. براحتك يا عم، براحتك يا سيدي. نحشي كمان واحدة لحمة. بصوا بقى، عشان الكلام ده ينفع ركزوا معايا في كل كلمة بقولها، عشان البطاطس ده عالم، عالم للناس البسطاء اللي زي. البطاطس ديت ممكن اديها فص توم، ممكن اديها بيض وبقسماط بعد ما بوصلها للمرحلة دي. أنا كان في نيتي إن أنا أعملها كده لأستاذتنا اللي غالية اللي كانت طلبتها، وأدي بيض وبقسماط. البيض والبقسماط حماية كبيرة قوي، ولكن أنا النصيب يا عالم الله سبحانه وتعالى، والله ممكن الله سبحانه وتعالى أراد إن أنا عفوا ان انا انسى البيض والبقسماط، عشان تشوفوا قد ايه الموضوع جميل قوي من غير بيض وبقسماط. طيب كلنا بننزل السوبر ماركت في الايام ديت، اسالوا على دقيق الرز، كفايه كده لحمه، وتعالوا هنا اسالوا على دقيق الرز. دقيق الرز لما اجيبه ها بعمل ايه؟ بدي معلقتين كبار نشا ومعلقتين كبار دقيق رز. ليه يا عم؟ ما تخلينا في النشا. دقيق الرز هيديكوا تيست مقرمش وغير عادي، زي التنبوره اللي انا بعمل بيها حلقات البصل. اكتبي لي يا شباب بعد اذنك حلقات البصل وابعتها لي على الواتس عشان نبقى نعملها لهم برضو في رمضان. هنا الجبنه شايفين معايا جبنه موزاريلا، الكيلو ب 50 جنيه، لقيته ب 55، ما حدش يقعد يعتب عليا. شيف محمود يعني عارفين كاني انا السبب. رحنا لقيناه ب 55 جنيه، ده الطفل الصغير دلوقتي ونازل يجيب حاجه، كنا زمان احنا ايه؟ كان عيديتي ربع جنيه. كان ابويا الله يرحمه في الوقت اللي بيدي ربع جنيه، ابويا راجل كان بسيط بسيط وعلى قد حاله قوي، كان بيدينا جنيه، بيدي كل واحد، يا حنيه الدنيا كانت في الراجل ده الله يرحمه. كان بيدي كل واحد مننا انا واخواتي جنيه، عودني مع كده مع اولادي ان انا ايه دايما اكون معاهم كده بر يعني. المهم فدلوقتي الطفل الصغير وهو نازل يجيب حاجه، هات 5 جنيه يجيب حاجه، مش ابوه مليونير ولا حاجه، ده ابوه راجل على قد حاله. ف لقينا الحاجه ب 55 مثلا، خلاص ما تقعدوش بقى تشطوني كده على الفيس، لان انا والله ماليا ذنب. لكن عايز اقول كيلو الجبنه الموزاريلا اما يبقى ب 55 جنيه واجيبه واحطه في الفريزر، وعايز اعمل وجبه زي دي، انا خدت بتاع 100 جرام اهو وهعمل وجبه زي دي وعينه تاني في الفريزر، يا عم انا هروح اجيب ب 50 جنيه ولا هجيب اليميش ولا هجيب البلح ولا هعمل ايه بالظبط؟ لا، من ضمن الخزين خلي عندي كيس جبنه، بس هاتي نوع جيد، لان في نوع ب 40 جنيه بس مش جيد. اتفقنا؟ ونعمل ايه؟ نعين الكلام دوت في الفريزر عشان الخواص بتاعتها ما تتغير، اول ما اروح البيت عينها في الفريزر. ونبدا نعمل ايه؟ نبدا ناخد منها كده جزء، عملت لازانيا، عمل بطلع واخد جزء وعينها تاني. افرضوا في يوم عايز اعمل بيتزا، نفس القصه، خلصنا الموضوع بتاعنا اهو. ها ايه الاخبار؟ قال لنا بقى دول كده الحشوات دي، وتعالى لي خد لي احلى حشوه في الموضوع. شايف يا سلام، لو عندي صنوبر لوز ونزلته مع البصل دوت، شايفين البصل المقرمش اهو، شايفين الحشوه دي مش بتاعتي ولا املكها ولا املك فيها اي حاجه. كنت في لبنان في سنه، من الكلام ده كان من 12 سنه، وبعدين كلتها ليها طعم غير عادي، شايفين مقفوله ازاي؟ ايه ده يا جماعه؟ قالوا لي ديت بتدفي زي ما قلت قبل كده الاماكن الجبليه اللي هي درجه حراره تحت الصفر وكده، اوروبا خالص هناك، وهي البلد بصراحه اوروبا يعني، وشعب راقي وشعب جميل جدا. فاحنا كده خلصنا اهوت، عملنا 3 حشوات اهو، من نص كيلو بطاطس طلعنا شويه دول، هل دول يمشوا كده؟ هو ده يا عم ينفع فطار في رمضان؟ اه طبعا
البصارة ما تنفعش، اقول انا بتعطش. العجة تنفع كمقبلات، بس انا ما بعملش الكلام ده عشان رمضان. احنا بنزق اليومين اللي فاضلين دول. شايفين عاملة ازاي زي الطرطية ازاي؟ شايفين شكلها حلو ازاي؟ ها؟ معايا ولا مش معايا ولا في ايه؟ يا سلام. المخرجة العظيمة بتاعتنا. نعمل كده، بصوا عشان ما تتعبوش، بصوا كده عليا، بصوا انا بعمل ايه، بنظف ازاي، عايزكم تتعلموا كل حاجه. اهي الرخامه اللي كانت تعبانه خالص دلوقتي نطفت خالص اهي. شفتوا؟ لمعتها في دقيقه عن طريق المقطع اللي معايا ده، بستخدمه في كل حاجه، تقطيع العجين، شيل الحاجه، انا اقعد اجيب قماشه وامسح وبعدين الاقي الدنيا لطلطت كلها مني بالقماشه والدنيا بقت نشا او دي لا. لما الموضوع حته فوطه خلصت القصه، واديها تلميعه زي ما قلت لكم قبل كده. وبعدين يا شفنا، وبعدين نجيب اول حاجه ايه؟ مناديل. برافو عليكم، يا سلام يا سلام. لما يبقى المشاهدين قاعدين صاحيين معايا ولا حد تاني خلص، يا عم يلا يا عم عايزين نروح على القنوات التانيه يا عم. زي ما قلت لكم على اول رمضان مش هتلاقوا قناه اكل شغاله، هي النايل لايف بس. معايا عمرو ولا مش معايا؟ كله هيتقفل. تقطع لي اشاره البث، قطع بالمقص بتاعك. هنبدا دلوقتي الزيت يسخن معايا، وبعد ما الزيت يسخن لازم الزيت يبقى سخن. ما تخافوش من حاجه، انا بتوكل على الله سبحانه وتعالى في شغلي، وعارف بفضل ان ربنا مش هيخزيني ابدا. ليه؟ انا عايزكم تعملوا من الفسيخ شربات، مش كلام تلفزيون والحركات دي ما بحبهاش. ما بحبهاش، وما بحبش المجاملة، وما بحبش اللي بيشكر فيا، وما بحبش. لا، انت شفت الوصفة عملتها عجبتك خلاص ادعيلي. لا، ما بحبهاش. ادعي لنفسك، انا هدعي لنفسي. ما تزعلوش مني، انتوا معاشريني بقالكوا سنين، مش اول مرة يعني 15 سنة تقريبا عشرة، لكن مش من هواة الحاجات دي. انا طالب منك حاجة واحدة بس، شوف الوصفة توكلي على الله زي ما بعملها، تبوظ مني على الهوا تطلع صح. برنامج تعليمي وليس شو يا استاذه اسماء. اهلا بيكي. اهلا بيكي. ازيك يا شيف محمود؟ زي ما عليكي انت يا ست الكل. الحمد لله تمام، ربنا يحسن ما بين ايديك يا شيف محمود. ربنا يخليكوا لينا يا رب، تسلمي لي. يا رب ربنا يخليك يا شيف محمود. تحت امرك. تسلم ايدك يا رب، ربنا يخليك. تحت امرك. فكرتنا بايام زمان بالعكه والبصاره والحاجات دي يا شيف محمود. حاجات حلوه ده بوجودكم انتوا بس يا ست الكل. ربنا يخليك يا شيخ محمود. تسلمي لي. ويحسن ما بين ايديك يا رب. ربنا ما يحرمنا من ذوقك. ربنا يخليك. اموري. بقول لك يا شيخ محمود، كنت عايزين بقى طبعا عشان بمناسبه شهر رمضان بقى وكل سنه وانت طيب، الفول بقى بانواع بقى نعمل ايه؟ نجدد فيه؟ وعايزه الطريقه برضو اتمسه. الايه؟ طب لو الطريقه للتدبيس وطريقه بقى مثلا ايه عشان اعمله مثلا في السحور وكده يعني. تدميس الفول عيني عيني. حاضر. تسلم عليك يا شيخ محمود. عيني. حاضر. احنا ممكن ندي الفول رز وعدس في التدميس، يعني معلقتين رز ومعلقتين عدس كده، وممكن اديله فول مدشوش زي اللي بيتباع في السعوديه، من الحاجات الجميله واللي سعادتك تأمري بيها ست الكل. ورمضان كريم عليكم يا رب. ربنا يخليك يا شيخ، وربنا يقويكم بصراحه. الله يخليك. تسلمي لي تسلمي لي يا رب، ينعاد عليكم بالخير ونسمع عنكم كل سعادة وكل فرح كده، ونقعد نعمل الكحك مع بعض والبسكوت ونفرح زي كل. عارفين أنا بحب أبقى على الميديا ليه في رمضان بالذات؟ بفرح معاكم ما بتعملوا الحاجة. عايزكم تبصوا على النار كده وتشوفوا الدنيا فيها. البطاطس فكت مني. نعم، حلوين جدا. يا سلام، هنعوز ايه أكتر من كده؟ بتهدديني يعني ولا إيه؟ وادي كده ما بترديش عليا لما بكلمك على فكره. ايه رايكم في الاكل ده؟ حته جبنه قديمه، حته جبنه قريش بالطماطم، مش عشان وفر والكلام الفاضي ده، لا. اليومين دول يعني من دلوقتي بقى الخلاص كده بقى خلاص في العد التنازلي، وبنبتدي ان احنا ناكل الحاجات دي، فيبقى في اشتياق بعد كده للوجبات بقى الدسمة. انتوا عارفين انا على 10 رمضان ولا 20 رمضان بتبصوا تلاقوا خلاص الواحد زهقان مش عارف ياكل ايه. بعد كده اللي بيخرج ياكل بره، اللي بياكل كشري، اللي بياكل كريبيانو، اللي بيروح ياكل بيتزا، والمطاعم بقى تشتغل.
كبيره على 15 رمضان خلاص. وشبعنا من اللمه وسفره البيت، مع ان الواحد ما بيشبعش من الحته ديت، بس بنبقى عارفين بعض الاكلات الفاتحه للشهيه، لان كتر اللحمه وكتر الفراخ وكتر مش على طول هيبقى مستحب قوي. شايفين ادي البطاطس اهي معايا، الاخبار فكت، الحشوه جوه سليمه، شفنا الحشوه جوه سليمه اهو. ها شوف محمود ما تغمقهاش ليه شويه، براحتكم ده حاجه بتاعتكم. انا استعجلت سنه عشان بس ايه، فاضل لي 5 دقايق فنحمر دول بالمره، لكن هي ناشفه هوريها لكم دلوقتي، هوريها لكم. وبعدين يا شيفنا ها ايه الاخبار، تعالى لي كده بصوا، سامعين الصوت ده؟ ايه يا عم في ايه ده، بصوا كده شايفين البطاطس بخبط عليها ازاي، شايفين البطاطسايه عامله ازاي، ها ايه الاخبار. عرفتوا بقى السر بتاعها ايه؟ عرفتوا سر السوبر ماركت اللي بيبيعها والشركات بيبقى عباره عن ايه؟ وبرضه بيدوها ملح وجلوتومات عشان الطعم يغري الاطفال بتاعتنا. ها ايه رايكم كده؟ مفيش بعد كده شفنا، برافو عليك. فاضل قد ايه يا هايدي؟ بالظبط بالظبط بالظبط، والشويه اللي عايزه تديهم لي من عندك ودقيقه من عندك يبقى كام؟ حلو قوي، خليهم دقيقتين يا هايدي معلش. ما هو كده طالما وقفتي على دقيقه بالسهوله هقول لك خليهم دقيقتين. عارفه لو كنت قلت لي مش هقدر والله معلش وكده تقول لك عشان خاطر طب دقيقه، وعارفه لو وقفتي على دقيقتين بسهوله هقول لك طب خليهم 3 دقايق. هي الدنيا ماشيه كده، الدنيا ماشيه كده، الهوا ما جاش سوا. هنبدا دلوقتي نحمر الكلام دوت سريعا سريعا سريعا. هنبدا دلوقتي نقول ان احنا عملنا ادي العجه سواء الرؤياء، وانا الرؤياء بالنسبه لي احلى، او سواء اللي احنا عملناها في الفرن. حمرت البصله احمرت زي الكشري بالظبط، بعد كده نزلت عليها بالخضره المشكله، نزلت عليها بمعلقتين دقيق، حمرتهم شويه كده اما الريحه طلعت زي الفل، ضربت 5 بيض، 10 بيض، ملح، فلفل، كمون، نزلت بالكلام ده على البيض، قلبت صينيه بدون زيت وحط في الفرن، يلا ماشي حالك، مش هنقعد نعيش حياتنا كده. طيب شفنا انا عايز اعملها على الطاسه، عايز اوفر الفرن يا عم. طيب ولا يهمك، اعمليها على الطاسه، تدهنيها زيت وتبتدي تحمري الكلام ده يطلع معاك زي الفل. البصاره عملتها ازاي يا ابني؟ حاضر، جبت هات ربع كيلو فول، دول ربع كيلو فول، يعني اعمل 4 اطباق كده وسط. حطيت كزبره خضراء، 4 فصوص ثوم على البصلايه، غسلت الفول، حط على النار يا عم اغلي، يلا غلي معايا زي الفل، الدنيا زي الفل، اتهمك اضرب في الخلاط. هنا في غلطه، ايه هي؟ لازم ساعه الغرف يكون عامل زي الطحينه. ليه؟ عشان لما يبرد ما يجبس مننا، ما يجبسي مننا. تمام يا شيف، مقتنعين بالكلام ده؟ اما يبقى فاضل لي دقيقه هايدي قولي لي. فكرة انت مستقصداني، المعاملة دي معاملتكم صعبة ليا مش عارف ليه، أكيد عايزين نمشي قبل رمضان، بس أنا قاعد على قلبكم رمضان الجاي كمان بس. وأهو وبعدين ابتديت إن أنا أوعوا تنسوا تدوا الزيت اللي أنا صفيته من البصل لل مش الزيت كله، معلقتين تلاتة كده كأني بعمل فول للسحور، ورشيت يا جماعة البصل على الوش مع السمسم مع النعناع، انسى يا سيدي. هنا اديت نشا للنص كيلو بطاطس، اديت نشا للنص كيلو بطاطس في حدود 3 معالق كبار، ومعلقه زيت، عندي دي رز يا اهلا وسهلا، قلبتهم على النار، اتقلبوا قفشوا معايا، ابتديت احشي، عندي 3 حشوات هم ربنا كرمنا بيهم، عايز ادي بيض وبصمات اهلا وسهلا، عايز ان انا اعملها كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، تطلع مقرمشه وزي الفل. اكل النهارده ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. انا اللي بشكركم جدا، ربنا يخليكم لينا يا رب، ويحفظكم ويكرمكم ويشفي عمرو يا رب بحاجه النبي من دور البرد اللي واخده دوت، عشان مش عايزين كلنا نرقد بقى بصراحه، الاستوديو مقفول علينا بقى بصراحه. القاكم في حلقه قادمه، السلام عليكم ورحمه الله.